إن مشاهدي متشبعي قناة شو تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتابوا معنا في هذا الأثناء؟ الساعة تشير إلى 5:11 صباحا في هذا اليوم ديال 16 ماي 2022. نتواجد في الشاطئ الساحلي او جنب الشاطئ الساحلي عند دياب بمدينة الدار البيضاء. بقاو معنا مشاهدينا الكرام باش نقول لكم ما يقع في هذه الاثناء بمدينة الدار البيضاء. إذن هذه الأجواء مشاهدينا الكرام من قلب مدينة الدار البيضاء بالضبط من جنبات الشاطئ الساحلي عين دياب بمدينة الدار البيضاء. Thank you.
اطار المراقبه عناصر ديال الامن وقف من واخا كيعرفونا. قال لك اذا كان ممكن تعطينا الوريقات مرحبا سلمنا الوريقات ديال السياره وديال البطاقه المهنيه وكنشكرهم على هذا العمل اللي كيقوموا به كيديروا خدمتهم بصراحه. ولا الصامير في هذه الشوله الليليه من منطقه عين دياب بمدينه الدار البيضاء. إذن كيف كتتابعوا معنا مشاهدينا الكرام اليوم ماشي بحال الايام الاخرى الساعة تشير الى 5:20 بمنطقة عين دياب الحانات والملاهي الليلية ومقاهي شيشة الكل مغلق امور عادية كيف كتشاهدوا معنا مباشرة على قناتكم شوف تيفي بعيونها التي لا تنام. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة كالعادة كنقول لكم بأن قناة شوف تيفي بعيونها التي لا تنام تنقل لكم كل ما يقع بمدينة الدار البيضاء وبكل المدن المغربية وبدون مقص. وعلى المباشر قوعا.